صباحكم مبروك، نهار مبارك سعيد ان شاء الله. نتمنى انكم تكونوا بخير. نعم لله ونعم سيدي، معكم بوستاف من سويسرا. هذا النهار هذا ان شاء الله ما كاين ما احسن من طاجين ديال الخضرة. داكشي اللي عندنا في الدار نحاولوا نوجدوه ان شاء الله، ما نسلفوا ما نتكلفوا. قلبت سيدي عندي في الفريكو، لقيت سيدي عندي ما شاء الله كاين كل خير ما شاء الله. كاين عندي مطيشه هنايا، البصله الحمراء، فلفله حمراء حلوه، عندنا هنا بطاطا العاديه، البصله البيضاء، البطاطا الحلوه، البروكولي، القرعه الخضراء هنايا، دي بتي بوا جلبانه. عندنا هنايا مطيشه مشلطه مخلطه مع المعدنوس، غادي نزيدو عليها ان شاء الله هاد التوابل ديالنا ان شاء الله، وهي اللي تكون لا ماغيناد ديالنا مع هاد كاس ديال الماء. تشوفوا هاد الكاس ديال الماء شي شويه خضر، علاش؟ المهم انا شخصيا درت واحد العمليه، ما بغيتش ندير البروكولي، ها تعرفوا البروكولي ديريكت، حاولت سلقتو غير واحد شويه 5 دي مينوت، 5 حتى 10 ديال الدقائق باش يكون تقريبا واجد، وعطاني هاد العصير هذا، ما بغيتش نلوحو، هو اللي غادي نستعمل ان شاء الله بلا ماغيناد ديالي مع مطيشه ومعدنوس. وهنايا عندنا خلاص زيت العود، وهنايا زيت ارغان، ومع الطبيعه هادي نفس الشهه، واخا الجو ماشي زوين ولكن الحمد لله الدفء في القلوب. عندنا هنا الطاجين ديالنا، هو دار واجد راه زاند ما شاء الله، نحاولوا نبعدوا عليه على العافيه. هنايا درنا ديجا المهم تزيين، هو طريقه شخصيه، انا درت درت بهذه الطريقه هذه. عندك هنايا ربعه ديال الثومات، وهنا خزو حاول نوضعوا بهذه الطريقه هذه. وتحيه للسي احمد الديشان. الو هنايا ان شاء الله غادي نحاولوا نزيدوا شي شويه ديال البصله ديالنا هكا، نعمروا هاد القناه هادي كما تشوفوا. نزيدوا سيدي، صبروا عليا شي شويه راني بوحدي هنا وهنا، فوالا هي لا ماغيناد ديالنا ان شاء الله غادي نوجدوها. ديجا وضعنا مطيشه مشلضه مع المعدنوس، غادي نقدو نزيدو هنايا الفلفل الابزار، هنايا التحميره، هنايا سكينجبير، هنايا شي شويه اختياري، شي شويه ديال الزعفران اختياري، عندنا هنايا شي شويه ديال السمنت يعطي واحد النكهه خاصه شويه ماشي بزاف، عندنا هنايا ثومه محكوكه هنا، ثومه هكا، عندنا هنايا اختياريه وسي السودانيه، نديرو غير شي شويه باش ما يجيناش الطاجين حار، وعندنا هنا سيدي الملحه، نقدرو نزيدو على حساب الذوق، وهنا المعدنوس طري، غادي نزيدو عليها شي شويه ديال زيت العود، نزيد واحد ربعه ديال المعالق صغار، واحد شويه ديال زيت أركان باش تعطينا النكهه ديال زيت أركان. هادشي كلو غادي نديرو فواحد الكاس ديال الماء، مع واحد الكاس ديال الماء السخون، وهاد الكاس ديال الماء كيما قلت لكم فيه النكهة ديال البروكولي، يا سلام، فوالا، فوالا، هاد التخليطة ديالنا غادي تكون على هاد الطريقة هادي، فوالا.
الا هنايا غادي نستمروا في التحضير ديال الطاجين ديالنا. هاد لا ماريناد غادي نهزوها وغادي نسقيو بها الطاجين ديالنا غير بشي شويه هكا هكا. كل طبقه من الخضره اللي غادي نديرو غادي نحاولوا نسقيو بها هاد لا ماريناد ديالنا. فوالا هنايا تنستمروا في التحضير ديال الطاجين ديالنا. كما شفتوا حنا درنا نعم سيدي ونعم لالا البروكولي ها بهذه الطريقه التزيينيه. هي طريقه خاصه وكل واحد يدير على حساب الرؤيه ديالو. وهنايا الكرعه ديالنا غادي نستمروا نسقيو نعم سيدي هذا الشيء ونعم لالا الخضيره ديالنا بهذا لا ماريناد اللي درنا. نكملوا الطاجين ديالنا. هنا زدنا بطاطا العاديه، بطاطا الحلوه، الفلفله مطيشه. اتونسيون لان البطاطا العاديه والبطاطا الحلوه تيطيبوا في ساعه. نديروا لا ماريناد ديالنا بحال كما درنا من قبل. فوالا غادي نخليوه ان شاء الله على الجمر واحد الساعة، ساعة وربع كاع، حتى ساعة وثلث على حساب الجمر. واحد نص ساعة قبل ما يطيب الطاجين ديالنا نقدو نزيدو عليه زويتنات والحار على حساب الذوق ديال الواحد. وبالصحة وراحة لالا، وبالصحة وراحة سيدي. نتسناو دابا واحد الساعة، ساعة وربع حتى لساعة وثلث، ونرجعو معكم ان شاء الله. نطلعو على الطويجين ديالنا، ها سخون شي شوية. الروائح الزكية. هو راه طايب دابا مزيان. نسيت ما قلت لكم قبل ما يطيب بواحد 10 ولا 15 دقيقة زدت عليه زويتنات حارين. المرقة ديالنا هي مزيانة كما تشوفوها، بنينة، ما محروق ما والو. دابا الطاجين ديالنا راه وجد، غادي نزيدو عليه واحد شوية ديال زيت هركان هكا. فوالا غادي نحيدوه من الجمر ونخليه واحد 10 حتى 15 دقيقة. وبصحتكم لالا، وبصحتك لالا، وبصحتك سيدي. معكم بوستاف من سويسرا. يا سلام. البساطة، وما أحلى البساطة. حتى هي وضع الجبر، خبز ديال الدار، مولاة الدار الله يعطيها الصحة. إيوا بسطف، الطاجين ديالنا ها هو دا ناضي، ما محروق ما والو. المقارة مازال واحد شي شوية مزيانة، خاطرة. تبارك الله مع هاد الاجواء الجميله، واخا الشمس ما كايناش ولكن الحمد لله الدفء في القلوب. صحه لاله، صحه سيدي. معكم بوستاف من سويسرا.